السعودية والجمهورية التونسية الشقيقة قفزات كبيرة، خاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، حيث يتعاون البلدان في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، ويمثل قطاع الطاقة أحد أهم محاور هذا التعاون، خاصة مع التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً في مجالات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من إجراءات مثل مهمة كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها. واليوم نحتفل بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة وترشيد الطاقة بين البلدين، يؤمل أن تكون خارطة طريق في هذا المجال الذي بدأ ينمو في العالم، خاصة أن تبادل الخبرات الفنية والتقنية والأنظمة والتشريعات يختصر على البلدين الجهد والوقت ويعزز النجاح المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. سموكم الكريم صاحبة المعالي، نأمل التكرم بالتقدم إلى منصة التوقيع. انتظم الاجتماع الثامن لوزراء التعدين العرب على هامش انعقاد القمة الدولية بخصوص مستقبل المعادن في دورتها الأولى من 11 وحتى 13 من جانفي 2022 بإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية. وتناول الاجتماع أهم التوصيات المتمثلة في إحداث قاعدة بيانات لإنتاج الخامات المعدنية وبعث بوابة جيولوجية في الدول العربية، بالإضافة إلى إعداد نظام إرشادي وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين. وعلى هامش هذه التظاهرة الدولية شاركت الوزيرة صباح الثلاثاء في الاجتماع التشاوري الثامن لأصحاب المعالي الوزراء العرب برئاسة مشتركة لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. قد سجلت حضور عدد كبير من الوزراء العرب المكلفين بالمعادن. وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى أنشطة المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة ما بين الاجتماعين التشاوريين السابع والثامن لأصحاب معالي الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، كما تم تناول أهم التوصيات المتمثلة في إحداث قاعدة بيانات لإنتاج الخامات المعدنية وبعث بوابة جيولوجية في الدول العربية، بالإضافة إلى إعداد نظام استرشادي للدول العربية وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين. هذا وتم على هامش هذا الملتقى إطلاق إطلاق منصة رقمية تتضمن بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية. وأكدت السيدة نائلة القنجي في مداخلتها خلال الحصة المسائية المخصصة لمؤتمر التعدين أن مثل هذه المبادرات الدولية من شأنها أن تكون حافزاً لجلب الاستثمارات في الصناعات التعدينية، حيث تمكن هذه البوابات والبيانات الرقمية من تسهيل اندماج البلدان الأعضاء في المنصة الرقمية والمرور نحو التعدين الذكي وتسهيل التجارة البينية بين البلدان. من ناحية أخرى، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن السعودية تستهدف زيادة مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لها من 17 مليار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030. أضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي أن قيمة الثروات المعدنية الكامنة في المملكة تقدر ب 1.3 تريليون دولار، وهي تضم معادن الفوسفات في الشمال الشرقي والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربية بغرب المملكة. كما بيّن أن إطلاق المؤتمر يأتي استشعارا من المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي وأثره الكبير في مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة وتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، وذلك بالعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والوعيدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا وقارة إفريقيا، وتحتل المملكة موقعا استراتيجيا بين هذه الدول مجتمعة. تونس هي أفضل وأكبر مصدر للعقول البشرية، ونراهم في كل مكان في الدول العربية وفي أوروبا، أطباء ومهندسين
وخبراء. فهذا الوطن الصغير كان جامعة لشعب طموح. ما نأمل في المملكة كمواطنين ومواطنات وكحكومة أن نشعر أخواتنا وأخواننا التوانسة أنهم امتدادا لنا ونحن امتدادا لهم. فيعيب علي أن أذكر لمعالي الوزيرة أو صحبها في أن نرحب بهم في بلدهم الثاني، بل هو بلدهم الأول. وكما نشعر إحنا في كسعوديين أن تونسي أيضا امتدادا لبلدنا الأول. ما نسعى إليه كحكومة الآن هو أن نكون كما كنا وما سوف نبقى عليه، بأننا دولة تعين وتساعد وتدعم كل دولة عربية لها تطلعات مستقبلية، خصوصا وإن كان لنا إمكانية المساهمة في ذلك. ما نسعى إليه مع تونس هو أن تكون بيننا تعاون، ليس في هذا المجال فقط، وحتى في هذا المجال هي بداية أو انطلاقة لشيء أكبر وأهم. ونعتقد أن فرص التعاون بيننا وبين تونس في مجالات عدة ستكون أيضا كبيرة ومبشرة. لم يكن للمملكة السوابق في تعاون مع دول إلا كانت إما لتقديم ممكنات إضافية أو تعزيز قدرات أو توفير فرص يمكن ويحسب الحمد لله لهذا البلد أن كل برامجها التعاونية مع كثير من الدول أنها ليست مرتبطة بأهداف ومقاصد سياسية أو أهداف ومقاصد أيديولوجية أو ارتباطات بأي مناحي أخرى تخرج هذا العمل التعاوني من الأصل وتذهب به إلى مناحي أخرى لا يراد لأي بلد فيها إلا زيادة في الخراب أو زيادة في السيطرة والهيمنة. لا نعتقد أن تونس يمكن أن يسيطر عليها أحد في البلد، ولا نعتقد أن تونس لن يكون فيها من فيها من الأخيار الذين سيعرفون كيف يتعاملون مع أي تدخل أيا كان هذا التدخل. فهي تمتلك من القدرات والممكنات والتجربة، تجربة تونس التاريخية مرت بها حضارات متعددة، من فينيقية إلى بيزنطية إلى رومانية إلى كل أنواع الثقافات المتعددة، ولكن التوانسة عرفوا كيف يحافظوا على هويتهم، وعرفوا كيف يحافظوا على شموخهم، وهذا الشموخ ما زال قائما، وهذا الشموخ سيبقى إن شاء الله خير. شكرا. حيا نسيمك حتى كاد يحييني، يا تونس الأنس يا خضر الميادين، سقى ربا تونس الخضراء وساكنها سحب من السعد ترضيهم وترضيني. انتقل الآن إلى كلمة معالي الوزيرة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، فلتتفضل. أكدت السيدة نائلة القنجي في مداخلتها خلال الحصة المسائية المخصصة لمؤتمر التعدين أن مثل هذه المبادرات الدولية من شأنها أن تكون حافزاً لجلب الاستثمارات في الصناعات التعدينية، حيث تمكن هذه البوابات والبيانات الرقمية من تسهيل اندماج البلدان الأعضاء في المنصة الرقمية والمرور نحو التعدين الذكي وتسهيل التجارة البينية بين البلدان في مجال الخامات بفضل رقمنة البيانات التعدينية. كما تطرق المشاركون في هذا الاجتماع التشاوري إلى المبادرة العربية
المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة. هذا وثمنت الوزيرة في هذا الصدد الدور الهام لقطاع المعادن في تحقيق الانتقال نحو طاقة نظيفة. صاحب السمو الملكي، أنا باش أتكلم من القلب. سعادتكم أبهرتوني وشرفتونا بكلامكم. في الأول خليوني نقول كم يسعدني أني نتواجد في المملكة، وفي البداية أتقدم بجزيل الشكر لصاحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، سيادتكم صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود. قدمت من تونس وأول مرة جي للمملكة السعودية، لكني شعرت كأني نعرفها على طول. الحقيقة قدمت في إطار مؤتمر يشرف العرب أنه ينتظم أول مرة في المملكة السعودية مؤتمر مستقبل المعاد، ولا يفوتني بالمناسبة أن وهني معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السيد بندر إبراهيم الخريف على البادرة الممتازة اللي تبين أهمية قطاع المعادن. لكن اليوم شرفي كبير أني إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود يكون لي شرف توقيع كوزيرة أول اتفاقية في مجال الطاقات المتجددة والتكافؤ الطاقي والترشيد الطاقي. سيادتكم تعرفوا أن مجالات التعاون بين المملكة السعودية وتونس هي مجالات متعددة، لكن مهم جدا أن نرتقي بها إلى مجالات لابد أن تخدم أجيالنا إلى الغد. سيادتكم كنت تفضلت في كلمتكم منذ حين، قلت أن تونس عبر العصور تطورت، تطور تونس يخليها هي دائما منفتحة، ومنفتحة على أشقائها على أخوتها وعلى أصدقائها. واليوم برهان أنه لابد أن نشتغل ونعمل مع بعضنا من أجل مزيد توطيد هذه العلاقات. أفهمتوني بعبارات الشكر لبلدي، وأنا في المقابل نقول هذا مش غريب من صاحب السمو الملكي ومن بلد كما السعودية، أرض معطاءة، أرض الإسلام، أرض مكة والمدينة. وهذا ما ينجم يجد كان يزيدنا في ثقة للمسؤولية. مسؤوليتي اليوم ثقيلة لكنها ممتعة، لأنه لابد أنه منذ عودتي إلى تونس أنه نشتغل على تنفيذ كل ما جاء في بنود هذه الاتفاقية. هي بنودها ترتقي بنا إلى أنه يكون فما تعاون مبني على التكافؤ، مبني على الفرص إن شاء الله اللي باش تكون كبيرة في مجال احنا بدينا في مجال الطاقات المتجددة صاحب السمو الملكي منذ سنوات. لكن اليوم عندنا خطة نتمنى أنه واستراتيجية تم وضعها، ونتمنى أنه يكونوا في إطار شراكة مع أخوتنا ومستثمرين من السعودية وممولين من السعودية لإنجاز هذه المشاريع، سواء في مجال الهيدروجين، ونعرف اللي السعودية قدمت في شوط مهم، وإحنا إن شاء الله معناها بصدد إنجاز استراتيجية في هذا المجال، ونعمل أنه يكون فما تكامل. والاتفاقية هذه إن شاء الله باش تفتح لنا معناها أبواب التكامل ما بين بعضنا. كذلك في مجال التنقل الكهربائي، وإحنا معناها في آخر الأيامات كنا أرسينا برنامج لاستعمال السيارات الكهربائية، وإن شاء الله هوني يكون زادة تكامل وتعامل مع بعضنا. كل الميادين، سواء المعادن، سواء الطاقة، سواء الصناعة، سواء المجالات الاجتماعية، الكل هتقربنا، وإن شاء الله مع بعض نبني مستقبل أفضل، ومستقبل معناها مليء إن شاء الله بالنجاحات، بتضافر كل الجهود
وأنا متأكدة أنه من الأخوة السعوديين ما نبش لقاو كان إن شاء الله التقدم المساندة في هذا الظرف اللي نمر به، ظرف بناء جديد لتونس إن شاء الله تكون معناها مستقبلها مزدهر، إن شاء الله معناها أن يكون تطور للعمل العربي المشترك في ظل كل البرامج اللي قاعدين يوضع فيها معناها سيادة الرئيس وسيدة رئيسة الحكومة، وإن شاء الله مع بعضنا إلى الأمام لبناء مستقبل أحسن لكل شعوبنا. وشكرا. أحسن خاتمة بتونسية، يعيشك مدام. شكرا سمو الأمير، شكرا سمو الوزيرة، شكرا موصول لكم الزميلات والزملاء، ونتطلع إلى لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.